انه مثلا تلميذ بس يعمل التيبل ما بيحط زيرو بمحله. يعني في عندي تلميذ مثلا جاب 9 3/4 على 10، لانه في واحد من التيبلز باخر بار تحديدا في عنده تو روتس بصفره ما حط زيرو. هيدي مش مسحه، يعني هيدي الزيرو مش انه والله انا عم حط بالرايمي هون هيك يعني ما عم بعمل ديكور، يعني هيدي ضروريه، يعني مش انه والله قلشت معي انه بنساها مش مشكله. يعني هون بس تحط ال1 لما بتعمل، في ناس عم بتحط هيك خط تحت، بدك تحط هون زيرو، بدك ترجيني عليها، ما فيك تحط خط بدون ما تحط زيرو، يعني هيدي بتروع عليك علامات. بس نزلت العلامات بعد ما عملت لهم ريتيرن صححت من الاسبوع ما عملت ريتيرن اوكي. ف يعني هيدي وحده من الاغلاط البسيطه. في ناس كمان يعني عاملين ليمت صح، دريفت صح، تيبل مخبصين فيه، يعني مساله قاعدات هون. يعني تخيل تلميذ يحط لي هون ماينس ويحط لي هون بلس، وعلى الماينس يحط طالع، ما عم بفهم كيف، يعني كيف على النيجاتيف طالع. يعني في امور بسيطه جدا، خلص هيدي رول انه لما الدريفاتيف نيجاتيف اف ديكريزنج، يعني هيدي ما بدها شيء انه والله لينفهم انه بدها شيء كثير، يعني خلص ما الاف برايم نيجاتيف يعني الاف ديكريزنج، هذا سهل. الدريفاتيف بدي احط على الماينس طالعه، يعني في قصص هيك رايحه عليكم. على كل بارت كان عليها علامتين ونص، بيطلع عليه الكويز 10. يعني هلا طبعا انتم علامتكم كام، يعني تكون 6 أو 7 أو 8، يعني تكون الغلطه حسب كل بارت. هلا رح تعرفوا انتوا غلطكم وين على السريع. انا مرقت 2 بولينوميال و2 راشنال وحتى ما صعبتهم كثير، ما عقدتهم، نحن بعد في عنا شغل على راشنال. يعني انا عم فكر بعد اعطيكم كم سؤال للتمام، يعني في قصص بعد ما اشتغلنا عليها بالراشنال بدي ادربكم عليها، على القليل في نمط او نمطين اسئله بدنا نشتغل عليها. فبرجع بشغلكم بهذا الويك اند شي 3 بارتس تقريبا على قصص كمان بس راشنال مش بولينوميال. فننهي الموضوع نرجع نبلش ساعتها نتعلم كيف نرسم الجراف. طيب بالنسبه لاول بارت على السريع 3x سكوير ماينس 6x بلس 5، الدومين هو البولينومي هيدا ماينس انفينيتي بلس انفينيتي. هسا بدنا الليمت هون ما في شيء، يعني الليمت ل 3x سكوير بس بولينومي 3 ضرب ماينس انفينيتي سكوير. في ناس تركينا هيدا مثلا ماينس انفينيتي ما عم بفهم كيف انه ماينس سكوير، هيدا منه يعني منه خطا جريد 11، يعني عم تعملوا كثير اخطاء ما إلى معنى. أخطاء أنا بعتبرها بحطها ضمن إطار إنه أنا مستخف إنه عم بشتغل هيك من أفقي. استغلوا الكويزات السهلة لتجيبوا فيها علامات، مثل ما في 7-8 تلميذ جابوا 10 أوفر 10. أنتوا كيف هذا كويز كثير دايركت، يعني مش شوي كثير دايركت، فلازم تستغلوه. كنتوا كل الأحوال ماينس إنفينيتي سكوير هي بلس إنفينيتي، والثاني نفس الشيء بلس إنفينيتي سكوير بتضلها كمان بلس إنفينيتي. بالنسبه للدريفاتيف تخيلوا في تلميذ بعد لهلا ما بيعرف يعمل دريفاتيف، مع انه انتم اوريدي شفتوه هون بالفيزكس كمان قبل، يعني متدربين عليهم كثير. الدريفاتيف ل 3x سكوير في تلميذ ما عم تعرف تعمل الدريفاتيف من 6x، ما بعرف هون شو بدنا نعمل. يعني قد في استهبال 6x ماينس، يعني هيدي ما فيها شيء، ما فيها يو تايمز في ويو اوفر في، ما في شيء. 6x ماينس 6 يو هاف تو سولف ذا ايكويشن ايكوال تو 0 لتجيبوا الاكس تيرم اكس ايكوال تو 1، ترجع بتحطوا محل اكس 1 بالاف بتطلع معكم 2. هيدا هون عنا اكسترا. هلا بالنسبه للتيبل بتسفر على ال1 بدي احط هون 0 تحت ال1 اوكي. هون بالنسبه للاي طلعوا الاي تبع الاف برايم 6، يعني افتر بوزيتيف سيم ساين وبيفور نيجاتيف. نيجاتيف يعني اف ديكريزنج، بوزيتيف يعني اف ديكريزنج بالبساطه. بس انفينيتي 2 بس انفينيتي هول كمان بدهم يتعبوا، يعني هو بدكم تحطوهم بلس انفينيتي وال2 والبلس انفينيتي. واضح؟ اللي وصل لهون مثل ما هي هاي التيبل، يعني وصل لهيدا التيبل مثل ما هو هاي، اخذ هون على انتين ونص. طبعا مع هول الشغل كله مش انه بس عمل تيبل، بده يكون جايب الليمت الصح وجايب الدريفاتيف. وبرضه في طلاب فيكم بس لتعرفوا قديش بنحكي نحن انه في تلاميذ بتحفظ وهذا شيء مش حلو. في شيء 7-8 طلاب على القليله كاتبين الاكسترم انه هون عندنا مينيموم على ال1 والمينيموم، يعني مثل كانه حافظين اللي حلينا هون وجايين لهون. ما في داعي، انا قلت لكم بالتيبل اوف فاريشن مش مطلوب منك تكتبهم، مش مطلوب منكم تكتبون. هولي انا كنت عم بكتب لكم اليوم بين هلالين بس لقلكم شو معناتهم، يعني على السمع ليصيروا معودين عليهم انه في شيء اسمه مينيموم ماكسيموم. بس انا لما بقول لك بالسؤال سيت اب ذا تيبل اوف فاريشن ما بيهمني تكتب لي انت انه هيدا مينيموم وهيدا ماكسيموم. يعني هون في تلاميذ ضيعوا وقت على الفاضي. هلا هون اوكي يمكن الوقت كان مرتاح، بس بكره لبعدين اذا الوقت كان مش كان ضيق بتكون ضيعت وقت على الفاضي. يعني انتبهوا شو اذا كتبناهم شلنا علامات ولا لا؟ نعم اذا كتبناهم بتشيل شيء علامات ولا لا؟ ما رح شيل علامات اكيد، بس انه الفكره
الفكره انه بتكونوا فتحتوهم هناك زياده، يعني انتوا بتتحملوا مسؤوليه وقت. انا عم بحكي لبعدين مش عم بحكي هون بس، يعني انتوا بتكونوا عم بتضيعوا وقت على شيء مش مطلوب منكم، واخر شيء بتجوا بتقولوا الاستاذ ما كفينا الوقت في الامتحان، ساعتها انتوا بتتحملوا مسؤوليه الوقت. هيك قصدي يعني، يعني ما في داعي نكتب اشياء نحن مش مطلوب مننا، مش حلوه، مش حشلك علامات عليها اكيد، بس انه مش حلو نكتب شيء مش مطلوب مننا. شو انا اذا زعلتك عن اكستريموم، يعني اذا قلت لكم مثلا what is the nature of the extremum، بتقول لي انه هذا الاكستريموم هو مينيموم وشو الفاليو تبعه، بتقول لي هو شو. يعني انا اذا بسالك بتقول لي، بس اذا ما سهلتها مش داعي تكتبها. بس انا كنت عم بكتب لكم بس لعودكم عليهم انه تبلشوا تتعودوا على شيء اسمه ماكسيموم مينيموم اكستريموم اتسيتر، بس هي مش لتكتبوهم دائما. كل الاحوال وصلت البارت 1 فهمناها كثير سهل البارت 1. هلا اجمالا البارت 1 90% منكم حلوها صح، يعني اغلبيه التلاميذ حلوها صح، ما كان في عندهم اغلاط فيها. هلا في تلاميذ غلطوا بس بقصه التيبل، قلت لكم يعني قلبوا هون الديكريزنج حطوها انكريزنج او العكس، مع انه ما لها مبرر هي، هيدي رول بالنهايه. خلص لما الديريفاتيف نيجاتيف الاف ديكريزنج، ديكريزنج يعني السهم نازل، يعني كثير سهل. بنروح على البولينوميال الثاني، الثاني ديجري 3 قوينا شوي البولينوميال صار ديجري 3. هون كمان الدومين هو زيته بعده ماينس انفينيتي بلس انفينيتي. استاذ محي الدين صباح الخير، بعدك معنا؟ مصدر شكرا. طيب اوكي، limit of f of x as x tends to minus infinity، بناخذ الليمت للمونوميال الاكبر اللي هو minus x cube. هون مثلا في شيء 4 5 ما بعرف اذا هن ناقلين من بعض او مسائلي عن جد هن ناقلين غلط عن الشاشه عندهم على الكمبيوتر او على التليفون، ما بعرف، بديش انا افوت هلا بقصص من هالنوع، بس انه ما بفهم انا كيف تلميذ هيدا الماينس مش شايفها، يعني كثير واضحه وكثير كبيره، اوكي مبينه هيدي ماينس اكس كيوب، لانه في شيء 3 4 طلاب تاركين هيدي ليمت لاكس كيوب، وبالتالي طلعت غلط، بالتالي طلع التيبل كله غلط، يعني ساعتها بياخذ بس علينا على الدريفاتيف مثلا. فهمتوا كيف؟ يعني ما فينا هيك نحن نغلط اغلاط. هلا انا ما بديش فوت بقصص انه والله نقل ولا ما نقل، بس انه بالنسبه لي الصدفه انه والله 3 4 طلاب عاملين نفس الشيء ما كثير بقتنع فيه. anyway هون الليمت للبولينوميال هو الليمت لاكبر مونوميال اللي هو ماينس اكس كيوب. هون انتبهوا للساين ماينس ماينس انفينيتي كيوب، ليش بتصير بلس انفينيتي؟ مش لانه ماينس تايمز ماينس هي بلس، لانه ماينس انفينيتي باور 3 لحالها هي ماينس انفينيتي، مضروبه بماينس بتصير بلس انفينيتي. هون بدنا ننتبه نفس الشيء على الليمت الثاني، يعني هون بتقلب اذا بدكم على الماينس انفينيتي طلعت الليمت بلس انفينيتي، وعلى البلس انفينيتي رح تطلع الليمت ماينس انفينيتي. اوكي؟ لانه هون الاي نيجاتيف. هيدا بالنسبة للماينس. بالنسبة للديريفيتيف كمان كثير سهلة، بتطلع ماينس 3x سكوير بلس 4x ماينس 1. اوكي؟ هلا إذا بتعمل سولف ايكوال تو زيرو بتطلع هيدي ايكوال تو زيرو، يعني بيطلع التو روتس وحدة 1 وحدة 1 اوفر 2 على الكالكوليتر. ال 1 over 3 تركوها هلا. اوكي ما شفت حدا انا حطها اصلا 0.3 لانه هيدي منها اكزاكت فاليو، نتركها 1 over 3. الاف اوف 1 بتطلع معكم ماينس 2، والاف اوف 1 over 3 اذا بتحسبوها بتطلع معكم ماينس 58 over 27. هلا انا بصراحه تقريبا ماينس 1 او حطها هيك ما في مشكله، انا تركتها هيك قصدا لانه في تلاميذ ما بيحبوا يحطوا فراكشن كبيره، في تلاميذ تركوها لهي، في تلاميذ حطوا هون ماينس 2.1 كانت اصح، ما في مشكله. اوكي نوصل للتيتل. يعطيك العافية أستاذ محي الدين. سلام، يعطيك العافية أستاذ علي. فتت من شوي وطلعت صح؟ راحت يمكن عندك ال نعم؟ فتت من شوي وطلعت ورجعت فتت. إيه صحيح، جربت فوت ما مطرت شوي ما انتبهت لي، يمكن ظهرت ورجعت جربت مرتين. لما فوتك كنت عم تطلع، ممكن يكون هيك، عشان فكرتك معنا. أربعة دقيقة يلا عمالي بشوفهم أستاذ. طيب من كافي لكان هون table of variation الـ roots بالترتيب الـ 1 over 3 أصغر من 1 أكيد، أنا نحطها قبل الـ 1 نحط تحتهم 0 مثل ما قلنا ممنوع ما تحطوا 0 هون. أوكي إذا ما تحط 0 بشلك ربع عليه مثل ما صار مع تلميذ من هون أخذ 9.75 على 10، بس لأنه في وحدة منهم مش هاي آخر بارت، هو هلأ بيكون عارف حاله أكيد في اخر بارت بس التيبل ما حط الزيرو. طيب
هون هلا بالنسبه للساين هون الاي طلعوا بالاي تبع الديريفيتيف نيجاتيف، برات الروت سيم ساين ماينس ماينس وبيناتهم بلس. ماينس يعني ديكريزنج الاف، بلس يعني ديكريزنج الاف، وماينس يعني ديكريزنج. وبتحطوا هون الفاليوز كلهم. هون انا حطيتها ماينس 2.14 او بتحطها ماينس 58 اوفر 27، اثنيناتهم صح. اوكي؟ اللي وصل للتيبل هون بهذا الشكل كامل هيك واشتغل هو كله اخير كمان اخذ على 200 ونص. Any question لهون قبل ما اكفي للرشمة؟ كل شيء تمام؟ طيب نجي هلا للبارت 3 هي f of x equal 2x minus 1 over x minus 2. هيدا الرشمة. هون الدومين بدنا ناخذ كونديشن انه الديرمينيتر different from 0 يعني تطلع الاكس different from 2 وبالتالي بدنا نلغيها من الدومين فصار ماينس انفينيتي 2 يونيون 2 بلس. ايه استاذ علي عندك خمس طلاب مش مبينين. خمسه صح انا وياك لا 29 ايه عباس واحمد علم ايه اسراء ظاهر ايوه جودي رحيم ولما السوقي. اوكي ايه مظبوط هو مش مذكر شفته من اول ما بلشنا. اوكي يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. نجي لكان للبارت هون تبع الليمتس. هون في عندنا فور ليمتس بدنا نجيبهم. الليمت ات اكس تنس تو ماينس انفينيتي هو الليمت للمونوميا الكبير على المونوميا الكبير. بس عم تشوفوا هون كيف في تمييز حافظين. نحن ثاقبت بالكتاب وبال يعني بالشرح ثاقبت هيدي كانت دائما اكس اوفر اكس او ماينس اكس اوفر اكس. انا حطيتها هون ب 2 اكس. جيت لقيت طلاب تركينا هيدي اكس اوفر اكس مثل كانه حافظين انه دائما بتكون اكس فوق واكس تحت. شوفوا لوين ما نحفظ ما نحفظ بليز ما تحفظوا الشيء خلص. هون المونوميا الكبير هو 2 اكس مش اكس. في تلاميذ طلع معهم 1 انه مثل ما حليناها بالسابق مش حتكون هي ذاتها اللي جبتها نفسها. انتوا كيف؟ انتبهوا منيح من القصص يعني هالقصص بتشوفوا بسهوله نحن انه التلميذ عم بيشتغل وعم بيحاول يتذكر شو كتب بالسابق ما له علاقه الموضوع. هون بس ما تتذكر انت تعرف انه الليمت للمونوميا الكبير على المونوميا الكبير بس اللي هو 2 اكس هون. فهون بس تعملوا سمبليفاي حيطلع 2 ما حيطلع 1. اوكي؟ نفس الشيء على البلس انفينيتي كمان بيطلع. بنروح هلا على 2 ماينس وعلى 2 بلس. If you substitute x by 2 بتطلع هون 4 minus 1 يعني 3 over 0 minus تحت لأنه 2 minus minus 2 هي 0 minus. Positive number على 0 minus هي minus infinity. Same here. Limit as x tends to 2 plus بتطلع 3 over 2 plus يعني هي plus. Okay. هلا بنروح للدرجة. F prime of x. U prime v minus v prime u over v square. U prime هي 2 times v. minus v prime هي 1 تعملوا expand عادي. هون في تلاميذ كتير غلطانين بالدرجة عندنا قاعدة وفي طلاب كمان ما بعرف اذا صدفة او حدا معطيها للتاني طالع معهم يعني في شي 3 4 طالع معهم سيم انسر هيك. قولي انا بظن في واحد منهم عمل هالغلطة وورط رفقاته عشان تعرفوا كيف بتورطوا بعض اوقات بيستلموا من بعض. يعني الغلطة مش معقولة انه تكون كمان بالصدفة يعني انه نفس الغلطة هي ذاتها عند كذا تلميذ مش معقولة. هلا ممكن يكون تلميذ بالصدفة عمل نفس الغلطة بس انا برأيي اذا في شيء اربعة خمسة طالع معهم هيك ديريفيتيف هيك وهي غلط يعني في شيء اثنين ثلاثة على القليلة منهم حدا منهم منقل الثاني وورطوا عطيها غلط. انت كيف؟ هيدي ما بتطلع ماينس اكس ماينس 1 على اكس بس انا حبيت احطها قدامكم لانه شفتها بكذا مسابقة مش حطيت بالاسماء هلا بس شفتها بكذا مسابقة يعني. لانه هون تلميذ ما عمل اكسباند صح بكل بساطه. اوكي هون يمكن اعتبر الديريفيتيف فوق 1 مش 2 فصارت عنده اكس ماينس 2 اكس هي ماينس 1 ماينس اكس. انتوا كيف هالغلطه؟ ايه بالظبط هون تركها 1 التلميذ يعني عمل مثل ما اشتغلها بالكتاب حفظ انه الديريفيتيف فكرها هو دائما بتكون 1 فوق. ثاقبت نحن اللي مرقوا بالكتاب كانت اكس ماينس 1 او اكس بلس 2 فالديريفيتيف هي 1 قام اجى حطها هون 1 وطلعت معه اخر شيء اللي بحطه هون محل ال 2 1 طالع معه هيك. يعني كل حدا طالع معه هيك او ناقل من رفيقه او هو بالنسبه له حافظ من الكتاب انه هيدي بتصير هون يو برايم انه هي 1 انه مرقت معنا مرتين نحن بالصف 1 يا هيك بنحطها 1 بالحالتين في غلطه مش مقبوله. خلص الدريفيتيف لل 2 اكس هي 2 مش 1. فهمتوا كيف؟ بتطلع اخر شيء ماينس 4 بلس 1 ماينس 3 اوفر اكس ماينس 2 سكوير. انتبهوا هول القلال اللي عاملين هيك يعني هلا
تقريبا شيء 27 تلميذ 26 تلميذ منكم حل صح واصل معهم صح، الاغلبيه حلين صح، بس نحن عم نحكي عن الناس يلي ما عم تشتغل، يلي ما عم بتتابع، يلي ما عم بتحل هوم ورك، يلي ما عم بتركز انه شو يعني، يلي بس عم تحفظ. حاولي اكيد بتغلبوا ما اتمنى له حظ. صرت بجريد 11 المفروض تنتبهوا للموضوع. طيب في اشياء للحفظ، اوكي اكيد في فورمولا بنحفظهم، يعني للحفظ هون هو انك تكون حافظ قاعده يو اوفر في هي يو برايم في ماينس يو برايم يو على في سكوير، بس هيدا للحفظ. بس انه كيف تجيب اليو برايم واليو برايم هي منها للحفظ، بتغير هي كل ما تتغير الاكسبرشن. انتوا كيف؟ هيدا فهم بصير. طيب ماينس 3 اوفر اكس ماينس 2 سكوير تحت اولويز بوزيتيف وفوق اولويز نيجاتيف ماينس 3، فبتصير اولويز نيجاتيف. بما انه always negative يعني هون على التابل minus minus وهون shaded على الطول بحطه كمان، هيدي اللي حاطط طول خط عادي بدون ما يحط shaded عليه هيدا بينشل ربع عليه، حكينا بهم ما بيسفر هون. اوكي minus يعني decreasing وminus كمان decreasing، وهون بنعد الليمتس اللي طلعوا معكم في كلها، هيدي 2 minus minus infinity و 2 plus طلعت plus infinity. اوكي هيدي بالنسبة للبارت 3. كمان البارت 3 اللي وصل لهون كل شيء صح بياخد على 2 ونص، هي كل بارت عليها عن الدينوس. اخر بارت هلا اللي هي ال f of x equal هيدي مثلا شوفوا هون كيف انا اللي مرقوا بالكتاب وبالشرح كانت هون بوزيتيف، وبالتالي كانت تيبل ماينس بلس ماينس. قلبت انا قررت اشوف اذا في ناس عم يحفظوا، في ناس عاملين كل شيء صح هون والتيبل حاطينه ماينس بلس ماينس، لانه شو؟ لانه هو مذكر من الكتاب انه هون بيطلع على التيبل ماينس بلس ماينس. كيف يحفظ شو بصير فيه؟ بيطلع التيبل غلط. التيبل لحاله على فكره اذا هولي كلهم اشتغلتهم صح انت، والتيبل غلط انت هولي كلهم عليهم علامه ونص والتيبل لحاله عليه علامه. انت يعني تقريبا نص السؤال على التيبل، لانه يعني هو هدفي انا التيبل. انتوا كيف؟ بس تكونوا عارفين عشان ما حدا يستغرب كيف راح عليه علامات. طيب الليمت على الماينس انفينيتي وعلى البلس انفينيتي، بناخذ الليمت للمونوميا الكبير على المونوميا الكبير. تعملوا simplify بتصير minus 2 over x، يعني صرنا كتير مزهقينكم بالليمت وبعد في التمييز معنا في حلو ولا minus 2 على minus infinity اللي هي 0. same here كمان تطلع 0. derivative derivative فوق هي minus 2 ضرب v minus derivative تحت، طبعا هون الدومين نسيت احكي عنه، الدومين minus infinity plus infinity لأن الدومينيتر always different plus ما عنده roots هيدا. هون بيطلعوا عنا بهذا الشكل 2x square minus 15 هذا بيطلع الجواب. هلا هون كمان في بحدود ال 24 25 تلميذ طالع معهم هيك، يعني الاغلبيه طالع معهم صح، وفي تلميذ غلطانين فيها اكيد لانه بعده ما عم يحفظ قاعده صح. طيب او ما عم يعرف يعمل اكسباند. هون اذا بتعملوا solve equal to 0 عندكم 2 روتس، وحده 5 وحده minus 5. f of minus 5 هي 1 over 5 اللي هي 0.2، وال f of 5 هي دي minus 1 over 5 اللي هي minus 0، يعني هون قلبوا الساين دوان. اخر شيء بالنسبه للتيبل هون مش minus plus minus مثل ما انتم مرقناكم بالصف مرقناكم بالكتاب، هون ال a طلعوا ال a positive يعني برا same sign plus وجوا minus، هذا الفرق عن حلنا بالنهايه مش حيجي هو ذاته هو ذاته يعني لانه دايركت طالعة من زيرو لل أصلا. إذا اللي حط ماينس لتعرفوا حالكم في الغلطة اللي حط ماينس طلعت معه نازلة. طيب نازلة كيف نازلة من زيرو لزيرو بوينت كيف؟ بدكم تنتبهوا بدكم تكونوا في عندكم شوية لوجيك كمان. كيف الأرقام هوني عم تنزل من الصفر عم تنزل للصفر فاصلة اثنين كيف؟ إذا عم تنزل بده ينزل لشيء تحت الزيرو، ما في ينزل لزيرو بوينت، يعني من هون بتعرفوا إنه في شيء مش منطقي. فهي طالما الليمت على ماينس انفينيتي زيرو، طالما ال f of minus 5 طلعت معك 0.2، فطبيعي لما الفانكشن عم تنتقل من 0 ل 0.2 بتكون عم تطلع مش بتكون عم تنزل. فهمتوا كيف؟ وبالتالي بتكون هون بلس اكيد. نفس الشيء هون ال f of 5 طلعت معك minus 0.2، يعني هون نازله ما فيها تكون طالعه من 0.2 لل minus 0.2. في شويه لوجيك هون كمان راجعه طالعه على البلس كمان. طب كيف اول سؤال انه نزلت من البلس انفينيتي للتو؟ هي بلس انفينيتي اكبر من التو. هيدي ما خصش بلس انفينيتي يا استاذ، ما في بلس انفينيتي. شو عم تحكي؟ عم بحكي باول 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 بارت. ايه هون هيك نزلت التيبل على التو، ايه منطقيه بتنزل من بلس انفينيتي للتو صح، وين المشكله؟ ما عم بفهم. مش البلس انفينيتي اكبر من التو؟ المفروض تكون فاهمين شو يعني ديكريزنج؟ اه اكبر، ما هي عم تنزل يعني هول الارقام بدهم يكونوا اصغر من بلس انفينيتي طبيعي. بتنزل لعند التو ما مش. لا
بس ما فيها تطلع من البلس انفينيتي للتو. يعني تخيل تكون طالعه مع البيت كيف يعني هون معناتها انتبهوا هون في ارقام يعني هون كانه في ارقام معقول في ارقام هون توصل لمحل التو بيكون اكبر من البلس انفينيتي اكيد لا كيف تكونوا شوي منطقيين بهالموضوع طيب هذا بالنسبه للسوليوشن للكويز هلا هو هون عم بيحكي عن في تلميذ اللي جاب 9 وثلاث ارباع هيدي هون يمكن اعتبر انه خلص زهق معش بالفرق فحطهم هون خط عادي هيك وما حط صفور هون هلا هو في يرجع يشوف هيدا كان كل شيء صح عنده اخر شيء اخذ 9 وثلاث ارباع لانه هولي مش انه جاي على باله شو العلامات هولي اساسيات يمكن هلا التلميذ يقول لي طب يا استاذ ما انا حطيتهم هونيك فوق خلص انه مرق لي اياه ما فيني مرق انا هذا سائل الكويز بس انا بكره بالامتحان في بكون في تيبل اوبريشن واحد بس بس ما مرنت حالك عليها صح يعني غلط هيدا الزيرو ضروري تحطوه انه الدريفيتيف بتسفر بالبالي اوكي فانتبهوا ما تنسوا ولا شيء انكتب ما يروح عليكم علامات هيك على الفاضي ماشي كل الاحوال السوليوشن صار موجود عندكم كمان على الكلاس روم هلا برجع انا بهاليومين بحدد لكم شيء اذا مش اليوم بكره ببعث لكم شيء هيك شيت كمان على فاريشن بس فانكشن يعني راشنال غير هو يعني ممكن تكون في شيدد وممكن يكون يعني ممكن يكون في فعل مع الغير وفي نفس الوقت اكسترنال انتوا كيف؟ عم نشتغل عليهم النهارده كمان اوكي؟ اني كويستشن؟ نو يا هاف ا نايس ويكند يعطيكم العافيه يعطيك العافيه استاذ